تغير شكل تامر حسني بالكامل بعد التجميل، أصبح نسخة عن وائل كفوري. أحدث الفنان المصري تامر حسني ضجة واسعة بأحدث ظهور له، وذلك بسبب التغير الكبير في ملامح وجهه بحسب ما علق كثير من المتابعين. وفي التفاصيل، فقد نشر حسني عبر صفحته الخاصة على إنستغرام مجموعة صور له من أحدث حفل أحياه مؤخراً ضمن فعاليات فورمولا إي في السعودية، إذ لفت المتابعين ملامح وجهه التي تغيرت كثيراً، فيما شبهه كثير منهم إلى الفنان اللبناني وائل كفوري. وكان من التعليقات في شيء متغير بتامر: تامر كفوري هو صاير يشبه وائل كفوري ولا أنا غلطانة؟ الأستاذ وائل كفوري. من جهة ثانية، أشار موقع سيلبريتي نت وورث إلى أن ثروة الفنان المصري تامر حسني تقدر ب10 ملايين دولار بعد مسيرة فنية حافلة بالنجاحات منذ عام 2002. وبحسب الموقع، تمكن تامر من جمع هذا المبلغ بعد سنوات من العمل في الغناء والتمثيل وإصداره عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية والأفلام والمسلسلات، أبرزها حالة حب، سيد العاطفي، عمر وسلمى بأجزائه الثلاثة، بالإضافة إلى كونه واحداً من الفنانين النشطين في مجال الحفلات الغنائية وإحياء حفلات الزفاف. مش وكان في وقت سابق قد تصدر خبر اعتزال الفنان المصري تامر حسني حديث المتابعين، وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة أجراها حسني مع قناة أبوظبي على هامش حفله في فعاليات إكسبو 2020 دبي، إذ سأله المذيع إن كان يفكر بالاعتزال لأسباب دينية أو غيرها. تعالي هنا بقولك إيه، قلبي زي كده ريحتي. ورد عليه حسني بالقول: فكرة الاعتزال موجودة والأسباب ممكن تكون عديدة، أنا من زمان نفسي في أحلام تانية أعملها. وأتى الحديث عن اعتزال تامر حسني بعد أيام من الضجة الكبيرة التي أثار الفنان الأردني أدهم نابلسي بإعلان اعتزاله.